السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن حساء العدس الأحمر بطريقة تركية وكريب تركي اللي طلبته مني متتبعة. نبدأ مع مكونات شوربة العدس الصحية. هذه الشوربة مليحة بزاف، فيها فوائد بزاف وسهلة وما تديش وقت في الطياب، لأنه كما نعرفه العدس يطيب بخف. مكونات تاعها حاجة بسيطة، غادي نسحقوا فيها زيت زيتون، حبة بصل كبيرة مقطعة، 3 حبات جزر مقطعين، وريقة تاع الرمل، أمبول تاع عدس الأحمر، وغادي نسحقوا بولي زيبيس ملح، مغرف صغيرة كمون، مغرف صغيرة حرور، ومغرف كبيرة فلفل أحمر. غادي نسحقوا تاني التوم حوالي ملعقة أكل كبيرة، وإذا كان متوفر عندكم توم طازج ديروا ربع سنات. نحتاج أيضا لملعقة نعناع يابس مطحون وزوج مغارف نتاع مارغرين. نبدأ على بركة الله. نديروا الزيت ونديروا البصل ونزيدوا عليه الجزر ونزيدوا عليه العدس ونزيدوا هذوك لي زيبيس تاعنا والثوم ونمرقوه ونخلوه يطيب. بعد ما قلينا جميع المكونات تاعنا ما عدا الزبدة والنعناع اللي مازال ما درناهمش نمرقوه ونخلوه يغلي. نجول العجينة تاع الكريب تركي. غادي نسحقوا لهاد العجينة كاس حليب دافي، نص كاس تاع الزيت، كاس ماء دافي، ملح، سكر، ملعقة أكل خميرة الخبز، والفارينة حسب الحاجة. نعيد المقادير: كاس حليب دافي، نص كاس زيت، كاس ماء دافي، ملح، سكر، ملعقة أكل خميرة الخبز، والفارينة. أول شيء نبدأ به هي نخلط المكونات السائلة اللي هي الماء والزيت والحليب، ونضيف عليهم سكر وخميرة الخبز، نخلطهم ونخلوهم يتفاعلوا مدة 5 دقائق على الأكثر. من بعد نعود نجيب هذا الخليط تاعنا ونزيد عليه الملح والفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية، نخلوها ترتاح مدة 15 دقيقة. من بعد نجيب هذه العجينة تاعنا ونديغازوها، نشكلوها كريات ونخلو هذوك الكريات يرتاحوا مدة 15 دقيقة واحدة أخرى. من بعد نبدأ نخدمه. هذه العجينة تاعنا بعد ما ضفنا لها الفارينة جات طرية وجات ناشفة، نخلوها ترتاح 15 دقيقة، نعود نجيبوها نشكلوها كريات ونعود نخلوها ترتاح 15 دقيقة واحدة أخرى باه نبدو نخدمه. نروحو دروك لافاخس تاعنا، نديرو شوية زيت ونديرو شوية زيت الزيتون، ونجيبو حبة بصل كبيرة مبشورة ونخلوها تتقلى. في نفس الوقت نشوفوا الشوربة تاعنا لقيناها طابت، نطفو عليها ونميكسوها ونعود نروحوا للخطوة الأخيرة من هذا الحساء. بعد ما ميكسينا هذه الشوربة تاعنا نجيبوا الدهان ونجيبوا المغرف تاع النعناع اليابس مطحون ونجيبوا مغرف تاع ثوم، نخلطوهم في رحبة ونديروهم يذوبوا ونضيفوهم على هذه الشوربة تاعنا ونخلوها تغلي مدة 10 دقائق ونطفيو عليها، وهكذا تكون شوربة تاعنا وجدت.
بعد ما البصل تاعنا دخل طياب نضيفو قطعة من صدر الدجاج، نخلوهم يتقلعوا مع هذاك البصل. من بعد نزيدو لهم التوابل اللي هي عبارة على ملح، مغرف بودرة الثوم، فلفل أسود، ورأس الحانوت. شوربة العدس تاعنا ها هي واجده، جات بزاف بنينه خاصه بلمسه الزبده والنعناع في الاخير، جات بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها. والكريب التركي جاء خفيف بزاف، العجينه جات هشيشه، والمذاق رائع، مليحه بزاف للدراري. انا متاكده انهم غادي تعجبهم. ماذا بيا تجربوها وتشاركوني في التعليقات كيفاش جاتكم طريقه التحضير، كيفاش جاكم المذاق. والآن ما لي غير نقولكم تهلاو لي في رواحكم وسلام.